السلام عليكم. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نديروا المراجعة الخاصة بالسنة الثانية متوسط. شملت لكم جميع القواعد اللي قريتوها واللي راح تكون متوقعة. إذا هنا عندنا الوصف، هنا ديسكرايبين باش نوصفوا شخص ما، نقولوا هذاك الشخص عنده عينين، عنده شعر، عنده نيفو، عنده عينين زروقة، عنده شعر أسود. هنا التوقيت اللي نستعملوه به نصرفوا فيه الفعل وباش نتحدثوا على هذاك الشخص هو المضارع البسيط، the present simple tense، المضارع البسيط. هنا المضارع البسيط نستعملوه كي نجيو نتحدثوا على وقائع راهي كاينه. اوكي، اذا هنا الانسان عينيه مش راح يتبدلوا، شعره مش راح يتبدل، لون عينيه مش راح يتبدلوا الى غير ذلك. كاين حاجات فقط اللي يتبدلوا الطول نتاعو، نقولوا كان طويل ورجع كان قصير وراهو يطول، هذيك وحدها. ولكن ثم الشخص رايحين نوصفوه في الزمن المضارع، معناتها في الوقت الحالي راهو طويل، في هذا الوقت الحالي نقولوا عليه راهو طويل، راهو قصير ونقولوا راهو قصير. اوكي، سو نقولوا كي جيت تتحدث على روحك هنا تقول I am. اوكي، I am a tall boy ولا I am a tall girl. بصح كي تكون تتحدث على الطول نتاعك، اوكي، كي تكون راح تتحدث على عينيك تقول I have blue eyes، I have red hair، I have. هنا have معناتها ملكية نتاعي، عندي. اوكي، ولكن هنا am، هنا كي نجي نوصف الطول نتاعي، طويل قصير سمين، اوكي، قصير، ولا نقولوا I am a tall boy، I am a short boy الى غير ذلك. ولكن كي نتحدثوا على الملكيه نتاع حاجه فيا، عينيا شعري نيفي فمي، نقولوا I have. كي نروحوا لهي وشي وات، نتحدثوا على الطول نتاعهم، القصر نتاعهم، طوال قصار الى غير ذلك، نقولوا هي وشي وات is. اوكي، he is small، she is tall، he is short، she is short. اوكي، ومن بعد كي نتحدثوا على الملكيه نتاع عينيهم ولا شعرهم ولا، نقولوا she has، he has، it has، he has، she has، it has. have تمشي فقط مع I، they and we. اوكي، اذا هنا قلت لكم كي تجيو توصفوا شخص ما، اي واحد، التوقيت اللي تستعملوه هو present simple. إذا كنت تتحدث على روحك تقول I am a short girl، I am yes a short girl، I am a short boy، I am a tall boy إلى غير ذلك. تتحدث على حاجة فيك، أوكي، حاجة فيك لاصقة في الجسم نتاعك، تقول I have blue eyes، I have black hair. أوكي، he وshe وit رايحين نتحدثوا على حاجة، على الطول نتاعهم، على العرض، على القامة، على البنية، نقولوا he is، she is، it is. نتحدثوا على ملكية فيهم، حاجة فيهم هما ثابتة فيهم، نقولوا he has، she has، it has. اوكي، نروحوا they and we، نقولوا are، they are small، we are tall. اوكي، نكونوا جماعة اصدقاء كامل نفس الطول، نقولوا we are tall. اوكي، they have and we have. اذا هنا هاف هي الملكيه. هنا عرفوا تفرقوا باللي البريزنت سيمبل نستعملوه مع تو بي، ذا اوكزيلري فيرب تو بي، كي نكونوا حنتحدثوا على حاجه، وصف ليش حاجه كيما نقولوا نشوف ما نشوفوها بالعين بصح ما نلمسوهاش. اوكي، هي از تول، شي از تول، هي از شورت، شي از شورت. اوكي، اي ام شورت. اوكي، ولكن حاجه نلمسوها ملموسه كيما عينينا نقدروا نمسوهم، حاجه لاصقه فينا ثابته فينا، نقولوا هاف. اوكي، اذا هذا هو الفرق بين تو بي و تو هاف. اوكي، اذا هاف حاجه عندي فيا، اوكي، حاجه تنتمي لي، ملك نتاعي، حاجه لاصقه فيا. اوكي، هنا تو توك اباوت ديلي اكتيفيتيز، نشاطات اليومية. عندنا بزاف تعابير نستعملوهم. إذا كان النشاط يومي معناتها نمارسوه 7 أيام في النهار في السمانة، 7 أيام على 7 أيام، ما نحبسوهش كامل. عندنا التعبير always اللي هو يوميا أذهب، أوكي، يوميا أستيقظ، يوميا أكل، يوميا أشرب، معناتها عندنا هذاك النشاط يومي. ولكن إذا كانوا نشاطات نديروهم مرة على مرة، مرة في السمانة، بنهار السبت، بنهار الحد إلى غير ذلك. For example هنا نقول I go
to the swimming pool every Saturday afternoon. كل مساء سبت نروح للسباحة. Every Saturday, every morning, every afternoon, every Friday. Okay, هنا نذكروا every ونزيدوا معها التوقيت اللي نروحوا فيه. ولكن إذا كان النشاط يومي، شوفوا كيما نستعملوش always هنا، عفوا كيما نستعملوش always باش نخبيها لكم هنايا. I go to the swimming pool. على بالنا باللي تروح للسويمين بول، بصح هنا حدد وقتاش تروح. I always go to the swimming pool. I go to the swimming pool every Saturday. Okay. I always go to the swimming pool. يجي always ومن بعد مراها يجي الفعل. Okay. هذو كي نحبوا نحكيوا على الديلي اكتيفيتيز، هنا على النشاطات اليوميه نستعملوا always. وايضا عندنا التعبير الاخر اللي هو هنا برك نكتبه لكم، اللي هو never. Never معناتها ابدا، بلك النشاط هذاك من مرسوهش كامل. اوكي، اذا عكس نتاع always هو never. اوكي، الا كنا النشاط هذاك من مرسوهش نقولوا I never go to the swimming pool. اوكي، هنا always العكس نتاعها هو never. ننتقلوا هنا كي نكونوا رايحين نتحدثوا على حاجه نحبوها، عفوا، وحاجه ما نحبوهاش. I like and I don't like. I like and I don't like. Okay. إذن I like العكس نتاعها I don't like. Like العكس نتاعها dislike. Okay. ولكن هنا رايحين نديرو هنا أمثلة فقط على درت لكم like هنا باش تعرفوا كيفاش نصرفوا الفعل. Okay. شوفوا هنا I like swimming. I like swimming. Like ما فيه والو. I like swimming. I don't like swimming. هذه خلينا منها هنا فقط. علاه كتبت لكم هذه؟ باش نعبر، باش نبازي لكم على الاس. الاس اللي بزاف تلاميذ يلقاوها وما فهموش علاه مع اي ما كاش اس ومع شي وهي وات كاين اس. هنا وقتاش نديروا الاس؟ نديروا الاس كي يكون الفعل مصرف في المضارع البسيط. عندنا الزمن اللي هو المضارع البسيط. نقولوا she likes ice cream. He likes ice cream. It likes ice cream. Okay. زي ما نقوله عندي قطة وتحب تأكل الكريم، نقوله it likes ice cream. تحب تأكل المثلجات. Okay. فقط هذا مثال. هنا مع she و he و it كنصرفوا الفعل في زمن المضارع نزيدوا له s. هذه قاعدة ثابتة ما تتغيرش. في الزمن المضارع مع she و he و it نزيدوا s. كيما هنا عندنا هي وشي وات معهم هاز ما كاش هاف. اوكي، هنا معهم هاز. هنا هي وشي وات دائما فيهم حالات استثنائيه. هنا كي نهضروا على الفعل في المضارع شي جوز هي جوز ات جوز. اوكي، في المضارع نزيدوا الاس مع هي وشي وات فقط، هذو ثلاثه نزيدوا معهم اس. ولكن اي يو ذي اند وي ما نديروش معهم اس، نقولوا اي لايك يو لايك they like we like. okay، فقط she و he و it كي نتحدثوا على الفعل في المضارع البسيط نزيدوا له s. هذه قاعدة لا تتغير. okay، قاعدة لا تتغير. هنا كي نتحدثوا على الحاجات اللي نحبوها ولا ما نحبوهاش نقولوا I like I don't like she likes he likes it likes we likes we like عفوا they like and we like. اوكي، الى غير ذلك. هنا فقط هذو درتهم لكم تمثيل مثالين عفوا باش تعرفوا كي تجوا تتحدثوا على الحاجه اللي نحبوها ولا تكون توصف في صديقك وراح تتحدث على حاجات يحبهم تقول he likes ولا she likes. اوكي، تزيد الاس ما تغلطوش وتنساو الاس. اوكي، ما تنساوش الاس لانه لنسيتوا الاس راح تديو صفر في العلامة والأستاذ ما يحسبها لكمش. إذن ننتقل الآن للجزء الثاني. أوكي، هنا درت لكم الأسئلة باش كي تجيو تكتبوا فقرة ولا تعرفوا كيفاش توصفوا هذاك الشخص. What does he or she look like؟ هنا السؤال اللي يطرح كي نجيو راح نسقسو زي ما يسقسيك واحد على شخص ما ويقول لك اوصفه لي، هذا هو السؤال اللي يطرحه لك. يقول لك what does he or she look like. نقولوا احنا she is a tall girl, she is a short girl, she has brown eyes. شوفوا هنا she is a tall، هنا رانا نوصفه في الطول نتاعها. she is a tall. She has a brown eyes، عندها الملكية نتاعها كما سبق وقلت لكم هي وشي وات نقولوا has ما نقولوش have.
She has a brown eyes. اوكي okay, إذن السؤال اللي تلقاوه باش تعرفوا باللي رايحين توصفوا شخص, what does he or she look like. اوكي okay, what does he or she look like. هنا الضمير يتبدل, عندنا he, she, it, they, we, etc. اوكي okay, هنا فقط إذا لقيتوا هذا السؤال وكتبوه لكم في situation of integration في التعبير, عارفوا باللي رايحين توصفوا شخص, what does he or she look like, what does أحمد look like, what does Selma look like. اوكي هنا كيفاش تجاوبوا, هذه هي الإجابة كيفاش تكون, she is tall, he is tall, she is short, he is short, she is slim, he is slim. اوكي she has brown eyes, he has brown eyes, he has blue eyes. اوكي هذا هنا السؤال اللي تبداو تجاوبوا فيه بهذه الطريقة كما شرحت لكم الآن في الأول. إذن هذا الإنسان باش نروحو نوصفوه, شوفوا هنا درت لكم أهم الخطوات اللي تتبعوها باش توصفوا الشخص. هنا عندنا adjectives for description, صفات اللي نوصفوا بها الشخص. الشخص هذاك كي رايحين نبداو نوصفوا فيه, الحاجات اللي نبازيو عليهم ونأكد لكم دائما عليهم باش تكتبوا فقرة كاملة ومكملة, رايحين توصفوا الشعر نتاعو. الشعر رايحين نقارن نوصفوه من خلال اللون والشكل. اوكي the color and the style or the shape, red, black, brown. عندنا هنا الوان, عندكم بزاف الوان تاع الشعر, كل واحد يخير اللون اللي راهو يشوف فيه. هنا فقط درت لكم الالوان باش تعرفوا باللي الشعر رايحين نوصفوه من خلال اللون والشكل. شكله طويل, قصير, جميل, أملس, مكريبي, إلى غير ذلك. أوكي he has short hair, he has red red hair. أوكي he has black hair, he has long black hair, or he has black hair or brown hair, إلى غير ذلك. إذن الشعر نوصفه من خلال اللون والشكل. height اللي هي البنية, كاين اللي تتخلط لهم ما بين height and build. دوك نقول لكم البنية معناتها هذاك الشخص طويل, قصير, small معناتها small صغير, medium متوسط. البنية معناتها ما هوش طويل وما هوش قصير. اوكي وهنا البيلد اللي هو الحجم, رايحين نوصفوه الى سمين ولا رقيق. اوكي fat, slim, thin, skinny معناتها نحيف جدا, strong معناتها قوي. رايحين نوصفوا الحجم نتاعو هذاك الانسان كيفاش داير من خلال الحجم. اوكي والبنية نتاعو اللي هي الطول, العرض, الى غير ذلك. اوكي ومن بعد هنايا, هنا هي شوفوا هنا فقط نقدر نقولوا الهايت هي الحجم نتاعو من خلال الطول والعرض, والبيلد هي البنية نتاعو. هنا نفس المعنى, فقط الاختلاف يكون من خلال الادجكتيفز. اوكي رايحين نوصفوا الطول والعرض نتاعو, رايحين نوصفوا الى سمين ولا رقيق ولا قصير. ومن بعد ايضا هنا في الشعر تحبوا تزيدوا الهير ستايل اللي هي تسريحة الشعر, شكل التسريحة. اوكي راحين تقولوا ايضا كيف عندكم straight, curly, wavy, short and long. تقريبا تسريحة الشعر هي من نفس الوصف نتاع شكل الشعر. اوكي اذا هنا نأكد لكم وتركزوا على الشعر, البنية, الحجم و العينين, وهذوك باينين. اوكي العينين كيما الشعر راحين توصفوا اللون نتاعهم والشكل نتاعهم, عينيه كبار صغار الى غير ذلك. هنا ما تتخلط لكمش, اوصفوا فقط الحاجه اللي تكون باينه لكم باش ما تدخلوش في متاهه. وهنا عندكم بعض الصفات اللي رايحين تدخلوها في الفقره نتاعكم. عندنا بيوتي اند فيزيكال اتراكشن, هنا الجمال وكل ما يلفت الانتباه في شخص ما. هنا عندكم بعض السينونيمز, هذو رايحين يعاونوكم استعملوهم, هذو رايحين تحفظوهم بالشرح نتاعهم درتو لكم بالعربيه باش يبان لكم الفهم وتفهموه اكثر. اذا هنا عندنا good looking معناتها مظهره جيد, pretty or beautiful معناتها جميله ولا جميله جدا, beautiful جميله, pretty معناتها جميله جدا. عندنا smart ذكي, elegant انيق, cute and kind معناتها لطيف. cute هو سينونيم نتاع kind, نفس المعنى مع kind. اذا هذو هما اللي كتجيو توصفوا شخص من خلال مظهره الخارجي تقولوا كيفاش يبان, مظهره جيد, مظهره انيق, انها جميله, انها ذكي ولا ذكيه, اوكي لطيف, الى غير ذلك. هذو هما الادجكتيفز اللي تستعملوهم. دائما نقول لكم بازيو فقط, هنا ركزوا
على هذا الأدجكتيفز رايحين يعاونوكم بزاف في كتابة فقرة ووصف شخص ما من خلال الصفات اللي فيه. الآن ننتقلوا هنا درت لكم أهم الخطوات كي تجيو تكتبوا فقرة عفوا على واش نركزوا. أهم الخطوات لكتابة فقرة لوصف شخص ما ولا منزل ولا النشاطات اليومية ولا العائلة عفوا هنا الفقرات بصفة عامة. هنا الفقرة كي نبدأ نكتبوا فيها واش فيها، مقدمة عرض و عفوا خاتمة، مقدمة عرض وخاتمة. المقدمة هنا كي تكون راح توصف شخص ولا توصف عائلة ولا شخص من العائلة ولا منزل، اوكي. هنا كي نروحو نوصفو اشخاص راحين نديرو المعلومات الشخصية نتاعهم. he is احمد، he is my friend، he is 20 years old، اوكي، he lives in Algiers، اوكي، he is from Algeria، الى غير ذلك. هنا المعلومات الشخصية تدخل فيها الاسم العمر والعنوان. وهنا الى وصفنا منزل، عفوا برك هنا هذا الصوت، اعتذر 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 لأني نسكن على طرف الطريق، اعتذر. اذا هنا كي نجيو نوصفوا المنزل هنا في المقدمه واش نديروا، نديروا مكان تواجد المنزل، اوكي. my house is big، it is situated، ولا it is located in the middle of the city، ولا in the city في وسط المدينه، ولا in the mountain في الجبال، الى غير ذلك. هنا في العرض إذا كنا نوصفه في شخص رايحين نتحدثوا على الفيزيكال ابييرنس نتاعو اللي هو الوصف للمظهر الخارجي، نصف عينيه، الطول نتاعو، القامة نتاعو، البنية، الشعر، الأنف، الفم، إلى غير ذلك كما دركا كنت نشرح لكم. ونعاود نعتذر لكم من الصوت اللي كان من قبل، هو صوت في الطريق، أعتذر، أوكي. إذا هنا الجزء هذا اللي كان فيه الحس، أهم الخطوات لكتابة فقرة لوصف شخص، منزل أو النشاطات اليومية أو عائلة. فقرة بصفة عامة راح يكون فيها مقدمة عرض و خاتمة، أوكي. المقدمة هي the introduction اللي راح تكون فيها المعلومات الشخصية الخاصة بهذاك الشخص اللي رانا نوصفه فيه، أوكي. قبل ديروا معلومات شخصية شوية فقط، أوكي، شوية ما تكثروش باش تدخلوا في الوصف نتاعو، هكا باش تكون الفقرة نتاعكم فيها أهم الخطوات. هنا عندنا كي نوصفوه المظهر الخارجي، قلت لكم عندكم شعره، عينيه، نيفه، فمه، إلى غير ذلك. هنا إلى تحدثنا على الفاميلي ممبرز، إلى كانت فقرة حول أفراد العائلة، أيضا هذه فقرة خاصة بوصف شخص. نديروا المقدمة كما قلت لكم معلومات شخصية، وكي نديروا الفيزيكال ابييرنس راحين نوصفوا عينيه، المظهر تاعو، وديروا فيه الفيزيكال اتراكشنز اللي هما الادجكتيفز اللي سبق ودوك ذكرناهم، اليجنت، جود لوكين، بريتي، بيوتيفول، الى غير ذلك. اما اذا كانت الفقرة عن العائلة ايضا فيها مقدمة، رايحين تتحدثوا على العائلة بصفة عامة، من واش تتكون، شحال افراد العائلة، وبعد نروحوا نتحدثوا على كل فرد باسمه. عندنا الاب، الام، الاخوة، الجد، الجدة، الى غير ذلك. the father، the mother، sister، brother، grandfather، grandmother، الى غير ذلك. اوكي، هنا انتم رايحين تكتبوا المعلومات الخاصة بالشخص اللي راكم توصفوا فيه. واذا كانت الفقرة عن الديلي اكتيفيتيز، في الاول في الانترودكشن راح تعرف بروحك، ومن بعد تحكي على النشاطات اليوميه اللي تقوم بها. عندنا going to school، practice sport، doing my homework، الى غير ذلك، اوكي. واذا كنتوا راحين توصفوا منزل ولا غرفه، my house and my room، هنا السينونيمز عفوا الادجكتيفز او الكلمات او الصفات اللي تستعملوها باش توصفوا المنزل ولا الغرفه راحين توصفوها من خلال تقولوا ضيقه، tidy، عريضة، large، كبيرة، big، okay، و small، صغيرة. هنا فقط اللي راهم يحوسوا على فقرة باش نكتب لكم فقرة فيها next to، opposite، upstairs، downstairs، رايح ندير لكم هذوك المعلومات في فيديو وحده، راح يكون مر هذا الفيديو ان شاء الله باش نبسط لكم الامور، لانه هنا ما حبيتش ندير لكم امثلة باش ما تدخلش في بعضها وتتخلط عليكم المعلومات. اذا هنا كي نوصفوا غرفه ولا المنزل راح نوصفوا الحجم نتاعو، ضيق، عريض، كبير ولا صغير. اذا هذه هنا كل فقره على واش تتكلم، اوكي، ماشي فقره واحده فيها هذا كامل. اذا طلبوا منكم وصف شخص راح نديروا المقدمه وديروا الفيزيكال ابييرنس تاعو، ومن بعد الخاتمه تقولوا كان هذا هو وصف صديقي. والا قالوا لكم احكيوا لنا على العائله نتاعكم، راح يديروا المقدمه فيها العدد نتاع العائله نتاعكم، شحال فيها من فرد، ومن بعد تحت
تحدثوا على كل شخص بالعمر نتاعو ولا وش يخدم، ومن بعد ديروا الخاتمه تقولوا كان هذا هو وصف عائلتي. وإلى درتوا الديلي اكتيفيتيز ايضا حين تتحدثوا على معلومات شخصيه خاصه بكم، ومن بعد ديروا النشاطات اليوميه اللي تمارسوها، وفي الخاتمه تقولوا كان هذا هو وصف نشاطاتي اليوميه. وإلى وصفتوا منزل او غرفه كيف راحين ديروا المعلومات المقدمه في الاول، تتحدثوا على مكان تواجد هذا الغرفه ولا هذا المنزل، وديروا هنا الوصف نتاع الغرفه ولا تاع المنزل، ومن بعد في الاخير تقولوا كان هذا هو وصف منزلي او غرفتي. اوكي، ومن بعد نروحوا هنا لدرس واحد اخر اللي بزاف ما فهموهش، وعاودتو درتو لكم بطريقه بسيطه ومبسطه وان شاء الله تفهموها، اللي هي البرونونسيشن اللي هو النطق. اوكي، النطق هنا فقط بالنسبه للوضعيات الادماجيه الخاصه ب how to describe a house or a room or friend، راح ندير لكم فيديو وحده ننشر لكم اليوم ان شاء الله ولا غدوه ان شاء الله، راح يكون فيه فقرات ووضعيات ادماجيه مختلفه. هنا نروحوا للبرونونسيشن، لانه في التمارين الخاصه بالقواعد قادر يطيح لكم تمرين يقولوا لكم حطوا كل كلمه في الخانه المناسبه، وقتاش يكون حرف ال واضح وقتاش يكون غير واضح، يكون silent l and clear l. هنا النطق نتاع الحرف L. اذا شوفوا انا هنا واش درت لكم، اختصرت لكم القاعده في هذا الزوج او مامبا ربع ورقه مامبا. اوكي، تبعوا معي. وقتاش يكون حرف ال L واضح معناتها clear L؟ يكون before a vowel. هنا في اللغه الانجليزيه نعرفوا باللي الفاولز هما A E I U and O، عندنا خمسه فاولز، هذو الخمس فاولز تحفظوهم، كي تحفظوهم راح يجيكم باقي التمارين سهلين. علاه؟ لانه عرفنا الفاولز وعرفنا الكونسوننت وشنو هما. الكونسوننت هما ال21 حرف اللي بقاو ننحو منهم هذ الخمس حروف اللي هما الفاولز. اذا ال وقتاش يكون واضح في الكلمه؟ before a vowel. before a vowel معناتها عندنا ال ومن بعد الفاول يجي موراه، معناتها ال راهو قبل الفاول. ولا in the initial position يكون في بداية الكلمة، إذا كانت كلمة تبدأ بالحرف L راح يكون ال L فيها واضح جدا. وهنا كي قلت لكم vowels معناتها L زائد vowel، L زائد vowel. شوفوا هنا أمثلة lip lip، L زائد vowel. هنا عندنا القاعدتين في كلمة واحدة، L زائد فاول، قلنا ال كيكون موراه فاول راح يكون النطق نتاعو واضح، وكيكون في بدايه الكلمه ايضا راح يكون النطق نتاعو واضح. سو عندنا lip let late last lie love. اوكي، شوفوا عندنا في بدايه الكلمه ال وفي نفس الوقت راهو جاي موراه فاول، شفتوا كيف؟ اذا القاعدتين جاو في قاعده واحده. اوكي، وهنا دائما راح تلقاوه بهذا الطريقه قليل وين يكون ال زي ما نقولوا يجي حرف بعد ال. اذا هنا النطق نتاعو ركزوا باللي يكون واضح اذا كان في بدايه الكلمه، ولا يكون موراه فاول معناتها ال موراه ثمثم كاين فاول، ماشي ال موراه كونسوننت ومن بعد نقولوا وفاول ومن بعد نقولوا ال راهو واضح. اذا هنا تبعوا ال في بدايه الكلمه، اوكي ان ذا انيشال بوزيشن بدايه الكلمه، ولا ال ومن بعد موراه فاول، ال زائد فاول. هنا راح يكون كلير ال معناتها ال واضح. نروحوا هنا عفوا للسايلنت ال، معناتها ال يكون غير واضح او لا ينطق جيدا. في معظم الاحيان ال نكتبوه بصح ما نقراوهش، في بعض الحالات يكون منطوق ولكن ننطقه بطريقة خفيفة وين ما يقدرش يبان، ولكن هنا وقتاش يكون غير واضح ما نهدروهش. In final possession معناتها في نهاية الكلمة، كي نلقاو حرف ال في نهاية الكلمة معناتها الحرف لا ينطق، وإلا كان في وسط الكلمة معناتها ال أيضا لا ينطق. شوفوا هنا بعض الأمثلة عندنا هنا silent L. اوكي سايلنت ال، عندنا بيلت، شوفوا هنا بيلت بيلت، صوت صوت، ايميل فيل. هنا فيل ما نطقناه ولكن النطق شويه ناقص، اوكي النطق شويه
ناقص غير واضح. اوكي، اذا كي تلقاوه هنا في وسط الكلمات ال L راح يكون غير واضح ولا غير منطوق، silent L. كيكون في نهاية الكلمات يكون النطق نتاعو خفيف بزاف او غير واضح، اوكي، ولا يكون مرات silent L. اذا هذا هما القاعدات، يكون واضح كيكون before a vowel or in the initial position، اوكي، في بداية الكلمة، ويكون غير واضح silent L كيكون في وسط الكلمة كما هنا، ولا يكون في نهاية نهاية الكلمة، في نهاية الكلمة في معظم الأحيان يكون غير واضح، أوكي، ولا ما ننطقوهش أسواس. وهنا إيميل، إيميل، صوت، صوت، بيت، بيت، أوكي، شفتوا قريب كليناه الآن، أوكي، لم ينطق. نروحوا هنا للآر، عندنا ثاني حرف الار، مرات يكون واضح ومرات يكون صامت غير واضح. هنا ثاني راح يديروا بالك يطيح لكم تمرين سواء عن حرف ال ولا الحرف الار، يقولوا لكم حطوا كل كلمه في الخانه المناسبه وقتاش ننطقوه وقتاش ما ننطقوهش. اذا الار يكون كلير واضح، شوفوا هنا تقريبا نفس القاعده مع ال، شوفوا هنا before a vowel in the initial position، وهنا أيضا before a vowel and in the initial position. before a vowel كما قلنا ال vowels هما a e i u and o، وفي بداية الكلمة يكون واضح جدا، أوكي، يكون واضح جدا. شوفوا هنا عندنا مثال before a vowel وفي بداية الكلمة رايحة تتجسد أيضا في نفس الأمثلة، rice rice race race room room red red. هنا عندنا vowels، شوف الار زائد vowel، الار زائد vowel ولا في بداية الكلمة، اوكي، في بداية الكلمة. ويكون ايضا واضح كيكون في وسط الكلمة، اوكي، يكون في وسط الكلمة، ولكن هنا القاعدة في وسط الكلمة من بعد هو ومن بعد يجي مراه vowel. عندنا truly truly r ومن بعد vowel، trendy trendy r ومن بعد vowel، لو في وسط الكلمه بصح هنا كاين مراه vowel، ما كاش مراه consonant، كاين مراه vowel. street street ال r ومن بعد vowel. اذا هنا يكون واضح كيكون before a vowel يجي هو قبل ال vowel ولا يكون في بدايه الكلمه، شوفوا هو ومن بعد ال vowel، هو ومن بعد الفاول ولا في بداية الكلمة، يكون الار حرف واضح. وقتاش يكون silent r حرف صامت؟ كيكون في اخر الكلمة، شوفوا هنا واش تشوفوا، في بداية الكلمة حرف واضح، في نهاية الكلمة حرف ماهوش واضح. before a vowel الار زائد vowel يكون واضح، الار زائد consonant يكون ماهوش واضح. in the middle of the position before a consonant، هنا يكون في وسط الكلمة ولكن مراه vowel، ولكن هنا يكون في وسط الكلمة ولكن يجي مراه consonant. شوفوا معايا هنا الأمثلة، وسط الكلمة هو قبل الحرف، هنا كان قبل vowel هنا يكون قبل consonant. شوفوا هنا في نهاية الكلمة escalator escalator، الار نكتبوه ولكن ما ننطقوهش، escalator. bigger bigger mother mother father father. هنا mother mother الار هنا نطقناه ولا قريناه باش تتعلموا فقط الكلمة باش تنطقوها، لأن النطق في الإنجليزية يختلف ما بين اللهجة الأمريكية واللهجة البريطانية، أوكي. هنا mother father mother father، دوك نتوما هنا ما تدخلوش في متاهات، أعرفوا باللي يكون حرف منطوق يكون before a vowel معناتها الار زائد vowel، r زائد vowel، ولا في بداية الكلمة، هاهو في بداية الكلمة، ولا R زائد vowel، R زائد vowel. هنا أيضا تحقق الشرط R زائد vowel، وفي نفس الوقت R هو في بداية الكلمة. يكون صامت كيكون في آخر الكلمة، وكيكون R مراه consonant، R مراه consonant، مكاش vowel. شوف bigger bigger mother father. عدنا هنا corner 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 trainers trainers
trainers. شوفوا الار هنا ما نش ننطقوها، عندنا الار ومن بعد كونسونانت، الار ومن بعد كونسونانت. corner corner. trainers trainers. اوكي ما نقولوش trainers، trainers. اوكي اذا هنا اسكالتا corner، bigger trainers، mother father. هذو هما القاعدات نتاع الكلير ار، الكلير ار عفوا، والسايلنت ار. تبعوا هذ القاعدتين رايحين تعرفوا تفرقوا في التمرين وقتاش يكون سايلنت وقتاش يكون كلير. اوكي اذا هذا الشرح تاع البرونونسيشن. نروحوا هنا، يس نروحوا هنا للدرس نتاع كوز اند ريزن. هنا باش نعبروا على السبب، عندنا هنا cause and reason، معناتها رايحين نعبروا على هذاك السبب، رايحين نشوفوا علاه صرا هذاك الشيء. هنا لطرح السؤال نطرحوه بواي، للإجابة عن السؤال نقولوا because. why are you angry؟ على راك زحفان. because I am sad، because I am painful، لأنني حزين، لأنني مريض، راني زحفان. okay. why do you like riding horses؟ علاه تحب تركب فوق العود. Because it's an exciting sport. Because it is an exciting sport. Why؟ الإجابة نتاعها دائما تكون because. Why؟ لماذا؟ Because لأن. شوفوا هنا. Why؟ لطرح السؤال لماذا؟ Because هنا لتبرير السبب، ذكر السبب. علاه نحب؟ لأني. علاه نحب؟ لأني. أوكي؟ ومن بعد هنايا هذه هي how to express cause and reason. عندنا why and because. هنا في الكتاب راهي الصفحه كبيره بالك خلعتكم، ولكن هي ما كاين والو. عندنا why لطرح السؤال، because لتبرير السؤال، why لماذا، because لتبرير السبب. هنا رحنا عاودت لكم هنايا في القاعده اللي ذكرتها لكم مقبل، the present simple. هنا I like read eat write. He, she and it قلت لكم دائما زيدوا الاس. اوكي هي لايكس، شي لايكس، ات لايكس. هي ايتس، شي ايتس، ات ايتس. هنا كيكون في البريزنت سيمبل. اوكي كيكون في البريزنت سيمبل. هذه فقط عاود درتها لكم مراجعه في هذا الاخر الصفحه باش نشوفكم الى حكمتوها من الصفحه الاولى ولا لا. اوكي ننتقلوا هنا للابيليتي اند انابيليتي. وشنو هي الابيليتي؟ وات اي كان دو، ما استطيع فعله هو ability. inability what I can't do، ما لا أستطيع فعله، عدم القدرة على فعل هذاك الشيء هو inability. ability I can do it، inability I can't do it. هذه هي فقط وش معناتها ability and inability. عندنا هنا examples. I can read، أستطيع القراءة. I can't write، I can read but I can't write. I can't play piano، عفوا I can't play guitar. I can't walk for one mile. I can read، أستطيع القراءة. I can't write. هنا إلا حبينا نديرو جملة أو ability والinability في جملة واحدة نقولو I can read هنا but، ولكن but هي ولكن. اوكي هذه باش ندخلوها في جمله واحده نقولوا I can read but I can't write. I can play piano but I can't play guitar، نقدر نعزف على البيانو بصح ما نقدرش نعزف على الجيتار. I can't walk for a mile، ما نقدرش نمشي مسافه 1 كيلومتر ولا 1 مايل. اوكي فقط هذه هي الابيليتي اند انابيليتي. من بعد ننتقلوا لها الان عفوا اللي كان عندكم ايضا The possessive adjectives. Possessive adjectives is followed by a noun. شنو هما possessive adjectives؟ هذو هما اللي نستعملوهم باش نتحدثوا على الملكية. My name، his name، her name، our room، your room، their rooms، our rooms، its names. اوكي الى غير ذلك. هنا الملكيه نتاعي نتاعها هي، نتاعو هو، نتاعهم هما، نتاعك انت، نتاعكم انتوما، الى غير ذلك. هنا نستعملوا البوسيسيف ادجكتيفز، راكم تعرفوهم ديجا كي نقولوا ماي نيم از، هير نيم از، هذو ديجا راكم تستعملوهم، ولكن كاين اللي ما عرفش يسموهم. هذو هما البوسيسيف ادجكتيفز، نستعملوهم للتحدث عن الملكيه. هنا دائما البوسيسيف ادجكتيف زائد اسم،
is followed by a noun. Noun هو الاسم. My name. Name هو اسم. My age. Age هو الاسم. Okay. My home. Home هو الاسم. نروح الآن للpossessive pronouns. هنا possessive adjectives. هنا possessive pronouns أيضا is followed by a noun. Possessive pronouns هما كنقولوا this is my house. The house is mine. This is her house. The house is hers, okay, or this is his house, the house is his, okay, هنا his تقعد هي هي, هنا وهنا, her زدنا لها s, our زدنا لها s, it's هنا مكاش, okay, عدنا your house is beautiful, the beautiful house is yours, هنا زدنا ال s, their house, أيضا the house is theirs. هنا الملكية نتاع هذوك الناس. هنا فقط نقلبوها نقولوا the house is their. المنزل ملكهم. Their house المنزلهم. Okay. هنا their house نقولوا their house منزلهم. The house is theirs. المنزل ملكهم. هنا راح نتحدثوا أيضا على الملكية ولكن بطريقة أخرى. ننتقل الآن للpossessive pronouns. هنا كيفاش رايحين نديروا لهم. شوف هنا البوسيسيف ادجكتيفز, هنا درت لكم امثله على البوسيسيف ادجكتيف والبوسيسيف برونونز. برونونز هنا وي اد ان اس, اوكي عفوا. سو بوسيسيف ادجكتيف هنا فور اكزامبل ماي نيم, ماي بيدروم, ماي نيم, هيز نيم, هير نيم, اور نيمز. هذه البوسيسيف ادجكتيف باش تقدروا تفرقوا بين الادجكتيف والpossessive pronouns. هنا possessive pronouns this book is yours, هذا الكتاب ملكك. That book is mine, هذا الكتاب ملكي, ذاك الكتاب ملكي. That house is mine, ذلك المنزل ملكي. This bedroom is mine, هذه غرفتي. Okay, هنا هذه غرفتي نقولوا this is my bedroom. The bedroom is mine, الغرفة ملكي, الغرفة ملكي. فقط هنا للpossessive adjective زائد اسم, okay. ومن بعد هنا تحبوا تقولوا this book is yours, okay. That book is mine. That house is mine. This bedroom is mine. فقط هذو أمثلة باش تعرفوا تفرقوا. ومن بعد هنا هذو اللي لكم تحوسوا عليهم أنا من بعد نخدمهم لكم في فقرة لوصف منزل أو وصف غرفة باش نبينهم لكم أكثر. إذن هنا هذو شو نعيطوا لهم؟ نعيطوا لهم location markers لتحديد مواقع أو أماكن حاجات. أوكي عدنا preposition next to, opposite, on the right, on the left, or on the left of, far from, at the back of. هذو يعيطوا لهم prepositions اللي بيهم نحدوا المكان تاع حاجه. عندنا adverbs هنا downstairs and upstairs. هنا عندنا prepositions لتحديد الموقع المكان بالتحديد. ولكن هنا هذو adverbs downstairs and upstairs هما adverbs رايحين نتحدثوا على حاجه نحدوا الموقع نتاعها ولكن باستعمال الادفيربس. اذا هذه فقط باش ما تتخلط لكمش وقتاش الفرق بين prepositions and adverbs. فقط هنا هذو اللي نحدوا بهم الأماكن أو المواقع نقولوا لهم location markers. location markers. بعد هنا يا أوكي هذو هما هنا هذا الدرس اللي راهو في الوحدة الثانية اللي راكم حابسين فيهم expressing quantity. كوانتيتي وشنو هي؟ التعبير عن الكمية. اوكي التعبير عن الكمية نتاع حاجة. هنا باش نعبروا على الكمية عندنا في اللغة الإنجليزية عندنا countable nouns اللي هما الأسماء المعدودة نستطيع, شوفوا هنا المعدود نستطيع عده, حاجة نقدر نحسبوها هذيك الحاجة باش نحوسوا على الكمية نتاعها نحسبوها بحبة زوج حبات ثلاث حبات اوكي الى غير ذلك. اذا هنا مع countable nouns نستعملوا many. Many. شوفوا هنا الأمثلة. هنا countable nouns معناتها الحاجة اللي نقدروا نحسبوها المعدود نستطيع عده نقدروا نحسبوه بواحد زوج ثلاثة بحبة زوج ثلاثة زوج حبات ثلاث حبات. أوكي عدنا هنا examples. Many fingers. Many fingers. Fingers هما الأصابع. Many fingers. نقولوا one finger, two fingers, three fingers, four fingers إلى غير ذلك. Many tables.
الطاولات ايضا نقدر نحسبهم طاوله طاولتين اثنين ثلاثه ثلاث طاولات عفوا اربع طاولات الى غير ذلك. هنا نقدر نحسبهم ماني فيجيتابلز الخضر ايضا نقدر نحسبوا الخضره نقدر نحسبوا الطماطم ماني توميتوز ماني بوتيتوز ماني كاروتس الى غير ذلك حبه بطاطا زوج حبات حبه طوماطيش زوج حبات ثلاث حبات الى غير ذلك. اذا هنا القاعده عندنا ماني زائد الاسم the noun many plus the noun many زائد الاسم many دائما تجي موراها الاسم اللي رانا رايحين نحسبوه اوكي اللي رانا رايحين نحسبوه. هنا بعد ما ننتقلوا من المعدود الحاجه اللي نقدروا نحسبوها عندنا incountable nouns. incountable nouns هو الذي لا يعد كميه لا تحتسب عندنا كميه نتاع حاجه بصح ما نقدروش نحسبوها بحبه زوج حبات ثلاث حبات ولا واحد زوج ثلاثه. هنا اللي ما نقدروش نتحسبوهم نستعملوا معاهم much many نستعملوها مع المعدود much نستعملوها مع غير المعدود لا يعد ولا يحصى كميه لا تحتسب لا تحسب ما نقدروش نحسبوها. examples much work عندي بزاف خدمه ما نقدروش نقولوا one work two works three works خطا much work I have much work to do عندي عمل بزاف نخدمه. much sugar شوفوا السكر ايضا ما نقدروش نحسبوه ما نقدروش نقولوا سكر زوج سكر ثلاثة سكر نحطوا السكر قدامنا ونحسبوه بالذرة هذيك تاع السكر اوكي ما نقدروش اذا نقولوا ماتش شوغر. القهوة ثاني القهوة كي نفرغوا الباكي ما نقدروش نحسبوه نقولوا واحدة قهوة زوج قهوة نقدروا نحسبوا العلب نتاع القهوة اوكي العلب نقدروا نحسبوهم ولكن القهوة في حد ذاتها كمنتوج ولا كمادة ما نقدروش نحسبوها اوكي سو هنا ما نقولوش ماني كوفي ولا ماني شوغر خطا نقولوا ماتش ورك ماتش شوغر ماتش كوفي اذا ماتش زائد الاسم اوكي ماتش زائد الاسم. هنا شوغر وكوفي ورك ووتر فور اكزامبل الماء ايضا ما نقدروش نحسبوه سو نقولوا اي درينك ماتش ووتر. اذا هنا الكاونتابل اللي معدود نحسبوه نقولوا ماني والانكاونتابل نقولوا ماتش. هنا فقط كيفاش نطرحوا الاسئله Do you want much sugar in your coffee, sir? Do you want much sugar in your coffee, sir? هل تريد كمية من السكر في قهوتك? Do you have much work to do at school? هل عندك كم عمل تخدمه? هنا باش نعبروا على العمل نقولوا much work. ما نقولوش many works. نقولوا much work. Many works خطأ. Much work. لأن العمل لا يحسب. Okay? فقط هذه هي القاعدة عندنا ماني مع المعدود وماتش مع غير المعدود ولكن القاعدة اللي ما تتبدلش هي ماني زائد الاسم وماتش زائد الاسم اوكي بعد هنا شوف ماتش اند ماني نلقاوها كي نطرحوا الأسئلة ولا في الجمل العادية هذو وين تقدروا تلقاوها اوكي هنا عندنا واحد التعبير نقدروا به نتجمعوا ما بين ماتش وماني معناتها إذا كان الحاجة تتحسب حين نعبروا عليها بهذا التعبير وإذا كانت ما تتحسبش حين نعبروا عليها بهذا التعبير وشنو هو التعبير هو a lot of a lot of a lot of تجمع ما بين الماني and much ما بين المعدود والغير المعدود شوفوا هنا a lot of vegetables a lot of sugar للتعبير عن الكميتين هنا حرنا وما لقيناش كيفاش نعبروا ولا تخلطت لنا باش نعبروا ما بين المعدود والغير معدود نقولوا a lot of اوكي نسلكوا روحنا ب a lot of a lot of هنا ما نقدروش تبين لنا العدد شحال اوكي a lot of vegetables هنا vegetables معدوده a lot of sugar غير معدود استعملناه مع كلتا الحالتين. هنا شوف how many vegetables are there in the soup how many vegetables are there in the soup there are many vegetables يوجد كمية كبيرة من ال vegetables ونبدأ نحسبه one potato two potatoes three tomatoes one carrot ذوك على سوب وش فيها خضر وهنا ولا نقدر نقوله there are a lot of vegetables there are a lot of vegetables vegetables معدودة نقدر نقوله نعوضها ب a lot وعندنا sugar there are a lot of sugar okay إذا هنا a lot of تجمع ما بين many and much okay تجمع ما بين much and many. إذا هذو هما القواعد نتاعكم اللي كانوا فقط هنا عندكم أيضا to express نتحدثوا على السعر وعلى القيس وعلى هذوك مش راح يدخلوا في هذا الفصل إن شاء الله يدخلوا لكم في الفصل الثاني. إذا
تبعوا معي فقط هذا المراجعة ورايحين تستفادوا إن شاء الله. كانت هذه هي المراجعة How to express quantity، وأيضا كان عندنا How to express reason and cause، وراجعنا أيضا pronunciation تاع clear L والsilent L والclear R والsilent R، وهنا وصف شخص أيضا وش نستعمله وشنو هو السؤال اللي نجاوبه عليه، وكي نجو نوصفه شخص كيفاش نوصفه، وبعض الأدجكتيفز اللي رايحة تعاونكم. أوكي فقط. وهنا أيضا قلت لكم كي توصفوا شخص ما راحين تستعملوا المضارع البسيط، وكيفاش تتحدثوا على الطول والقصر نتاعو، كيفاش تتحدثوا على الملكية فيه، شعره، عينيه، وش تقولوا، تقولوا have، ما تقولوش is ولا okay. ولكن كي نوصفوا الطول نتاعو والقصر نتاعو نقولوا is، وis دائما يتصرف مع I نقولوا am، he she and it is، they and we نقولوا are، have مع he وshe وit نقولوا has، they we and I نقولوا have. اوكي والنشاطات اليوميه هنا كي كنت تمارس نشاط يومي بشكل مستمر تقول always، واذا كنت ما تروحش كامل تقول never، واذا كنت تحب حاجه تقول I like، وهنا كي نتحدثوا على حاجه يحبها هو ولا هي نزيدوا الاس، الاس دائما مع هي she and it نزيدوا الاس كيكون الفعل في الزمن المضارع. إذن كانت هذه هي المراجعة الخاصة بتلاميذ السنة الثانية متوسط، نتمنى إن شاء الله تكون فادتكم، وربي يوفقكم وبالتوفيق لكم في الاختبارات يا رب، ربي ينجحكم جميعا. نتلاقاو في الفيديوهات اللي راح نزيد نديرها لكم عن الوضعيات الإدماجية. بقاو على خير.